حلقة هذا الأسبوع كتوعدكم بمفاجآت كثيرة واقتراحات مختلفة، وفضاءنا الرئيسي سيجور بالإضافة لمفاجآت فرحات العائلة من القلب. باش تكتشفوا تابعوا معنا هذه الحلقة من دار وديكور. عتيقة وضعت ثقتها في البرنامج وتقدمت المشاركة من أجل تغيير السيجور ديالها وحل مشاكله. المشاكل عندي في الصالون، أنا داك لو كوان كنجلس فيه بزاف، جو باس طول طون فيه، لا تقولي 80% ديال وقتي تما. ألوغ دايرة الفراش دايرة ستيل عادي، بغيت شي حاجة بغيت شي حاجة كما تنقولوا مودير، شي حاجة ستايل باش منين نكون جالسة نرتاح فيها. سورتو انني درت دي ترانسفورماسيون، شحال بدلت، مي مالوغوزمون ما وصلتش لداكشي اللي بغيت، وواحد الحيط كنت طلعته باش نوسع لا كويزين، انا غطيت لا فيو على لا تيراس اللي كانت عندي. الوغ بغيت غير داكشي يكون شويه شي حاجه اللي هي موالمه للجلسه، ملي جلست واحد ما يملش من لا جورني، واخا يدوز فيها لا جورني ما يملش. ابار الحيط كنقول يمكن الفراش ما عجبنيش، عندي واحد سميتو ديال المكانه وداكشي الدرب عيط نغطي فيهم ديال الضو، هذا بقاو دايرين ان ديفو عيب. الارض جليج ما ماشي ستايل، ماشي زوين، تيعذب ولا في السياق ديالو ولا في كل شيء، مي سباغا جو تروف زعما عادي. غير انا بغيت شي حاجه اللي تكون كلير، شي حاجه جاي كما تنقولوا، ملي تشوفي ترتاحي، تكوني جالسه ترتاحي. اسماعيل خويتي تقال لك هذا عاد شحال تقيل اصلا. دونك اصلا بالنسبه للدوسي ديالنا وبالنسبه لهذا البيت هذا، كنلاحظوا بلي راه الضو فيه مشكل، فهمتي، ما كاينش الضو كافي. بالنسبه للبريزات حتى هما جاوا في واحد النيفو اللي السدادر كيغطيوهم، دونك خصهم يطلعوا من بلايصهم. كاين التلفزيون، كاين السلوكه اللي باينين هكاك ابارون، كاين الصباغه الزيتيه اللي خصها تبدل، خصها تحك وتحيد. كاين هالكايزات خصنا نعطيوهم قيمتهم. والتلفازه فين غديرها؟ التلفازه تكون هنايا، دير هنا. دونك حنا خصنا نلعبوا على حساب غادي نلعبوا اكزاكتومون. هاد لاميناجمون غادي يكون انا ميناجمون ديال السيجور، هنايا تكون سالا مانش. اي دونك بالنسبه حيت هادو يدخلوا للكوزينه، عطاتنا تو فهمتيني ولا ما فهمتينيش؟ الكوزينه تعود هذه المفاجاه. وي أغير عجبهم الحال، أي عجبهم الحال، نمشي ندخلو نشوفو، خاصنا ندخلو نشوفو. يلا يلا فوالا إسماعيل. دونك هادو أسلمة خاصهم يتحيدو، غير بعدا باش نخدمو بداك هادشي كله خصو يتحيد. اكزاكتومون لي ديجونكتور يدخلو لهنايا، خصهم يكونو أبوختي دنا زعما على يد السيدة ولا السيد لي ساكن هنا. الثلاجة جات على الباب، نحيدوها من على الباب، تو فوا مضيقة شي شوية، دونك هي غادي نجيبوها لهنايا. وهاد الكارلاج اللي خصو يتحيد، يتحيد، وغادي نحطو لهم ان جولي كارلاج عندي يقول بلدي هنايا في اون فريز، والشي الاخر كله غادي يمشي اون اون. ولكن اسلم الكارلاج قلتي غيتحيد، هذا راه ما يتحيدش. لا 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 لا، هذا باغ كونت هذا ماشي مشكل، هذا نقول يتصبغ يتصبغ سي ريان دو تو. هذا وهادو غيتحكو يتصبغو تا هما بيان سور، يمشي على حسب اللون، غادي نحطو هنايا نحطو الفوق. دونك دابا اللي كاين هو هادشي كله، النجارمي غادي يجي يحيد لنا هادشي كله، يحيدو. حنايا خصنا كاين خدمه كثيره على الكوزين، كثيره بزاف. اكزاكتومون. وما عليش عندنا راتي شنو خصني نمشي عندنا ليكيب كوزين عيط لهم ديال سميتو الكارلاج باش يجيو حيت غيتحيد هادشي. هادشي اللي كاين الله يخليك. صافي صافي فوالا، الله يعاوني. تفضلي. يلا من بعد ما حطينا الخطوط العريضة للعمل وفرغنا الفضائين، انطلقت الأشغال المختلفة واللي أهمها تقلاع الجليج، وهذا الشيء كامل كيف العادة قبل ما نبداو الشوبينج ديالنا. كما سبقت لي وفسرت لكم، كاين البلافوني وكاين لا سوسبونسيون. كاين الفرق ما بيناتهم، البلافوني هو اللي كيكون لاصق في البلافون، والسوسبونسيون هي اللي كتكون نازله من الدليه. دونك حنا بالنسبه للكوزينه غادي نديروا جوج ديال الانواع، هذا البلافوني غادي نديروا من الجهه اللي من هنا يكون لاصق الفوق، اما بالنسبه لا سوسبونسيون حيت غادي تكون نازله خاصنا نشوفوا اش كناكلوا، خاصنا نشوفوا اش كنطيبوا، خاصنا نشوفوا اش كنقطعوا. دونك خاصنا شي بوله تكون نازله، غادي ناخذوا هذه اللي هي بالكحل، وبطبيعه الحال غادي نديروا فيها بوله اللي هي ايكولوجيك، اللي هي الليد، اللي ما كتاكلش الضو. دابا غادي نوريكم واحد المحبق سميتو انا بوحدي ندوي البلاد.
ولماذا يلقب بهذا الاسم؟ لانه اخر ما كاين في ليبو اخر ما كاين في المحابق وغادي نحط واحد لابلونت وانتم غادي تفهموا علاش كنقولوا لي انا بوحدي نضوي البلاد، لانه فيه هذا الضوء هذا. شوفوا شحال زوين تيعطي الضوء كيعطي لا لوميير، غادي يكون ديك كوزينه غيكون داكشي زوين. وغادي ناخذوا ربعه ديال الكراسه اللي هما ديال الاكستيريور وحنا غادي نحطوهم في الانتيريور طبيعه الحال. ها انتم شوفوا بحال هادو زوينين. اوكي دابا غادي نمشيو ناخذوا لي زيطاجير. فيان افيك مو. ها هما لي زيطاجير، كاين الالوان كاين الاشكال. حنا غادي ناخذوا بحال هادو، غادي ناخذوا اللون اللي غادي يوالم لينا الكوزينه. دونك غادي يكونوا لاصقين في الحيط بحال هكا، نقدروا نقولوا انهم عندهم جوج ديال الادوار ديكوراسيون نقدروا يستعملوهم. اختي محجوبه ما عندي ما نسالك، راك خدامه معانا. الوغ بالنسبه للسيجور غادي نحتاجوا لهاد الثوب هذا، ها انت باش نوري للناس. ها هو ديال لاطوال قابط تشوفوا معايا، وعندنا كذلك هذا تا هو اللي غنخدموه اللي هو فيلوغ فهاد اللون الخضر الزوين. يبقى لينا دابا الاكسسوارات ديال الكوزينه. اول اكسسوار هو هاد المكانه هادي اللي كتعلق غادي تجي زوينه. وعندنا كذلك هاد الطباسل اولا الخضران اللي هما كتشوفوا معنا هنايا لي زاسيات غادي يجيو. شفتوا هاد الديتاي فيهم زوين وتعجبني هاد لو ديتاي روج، واللون ديالهم داك لو روج كيعطي واحد الطاقه واحد الحيويه اللي كت الغافيف كتعاود تفيق داك الاسباس ولا داك الديكور. غادي نمشيو نشوفوا هاد لي طاس هادو تاهما تاهما واحد لا كولور فيهم زوينه بزاف هما تشوفوا معايا بحال هكا. وكذلك هادوك لي بلاك ديكوراتيف اللي غايجيو فنين معلقين تاهما دابا تشوفوا معايا بالي الديكور غادي يجي فن. باركي ديالنا بالكري السلام عليكم سي اسماعيل، كي دايره بخير؟ لاباس بخير. هذا هو الباركي ديالنا ياك؟ وي اكزاكتومون، هذاك 88 12 لا ريفيرونس كاستيل اونكري. عندكم العبارات عندكم كلشي، عندنا كلشي لي ميزور. عرفتي دابا هذا الباركي غادي نديروه في واحد السيجور غادي تكون عليه صاله مونجي طابله وكراسه، الناس غادي يبغيو يتغداو ويتعشاو ويفطروا تما. الا طاحت الماكله فوق البارك، إذا طاحت الماكلة دونك راه كاين عندنا البرودوي نيتوايون ياك، غير هو اللي كنصحوا به لي كليون، يعني البرودوي دو فوا باغ نيتواي به دو فوا باغ سومين، غير جوج مرات في السيمان دو بريفيرونس، باش كومسا ما يتق ماشي يفقدش لك الباركي ديك لا كولور ديالتو. وي كيشهب كيقولوا كيشهب اكزاكتومون، باش ما يمشيش لك منه لا كولور ديالتو. صوف عندك سينون هي دو بريفيرونس تشطب ياك، وديك الساعة دوز بواحد طوشون ناشف. ودابا حنا كنعرفوا بلي راه الباركي استراتيجي شي ام دي اف يعني الخشب كيشرب الماء، الا طاح عليه الماء وصافي خسر. هو الا تقلب لك كاس ديال الماء راه ماشي خسر، غير الا مسحتيه سيغ بلاص راه ما كاين حتى شي مشكل. باغ كونطخ الا الباركي كان شارب عندك الماء، كان عندك فويت ديال الماء، ولا كان عندك ديك الساعه كان عندك الشرجم بات محلول، يعني ديك الساعه كيخصك تحيد هذيك لابارتي ياك وتعاود تقادها. دونك كتحيد هذيك البلاصه واش كتاخذ الوقت هذا العمل؟ لا ما كتاخذش بزاف، راه ديجا كيبان لك فاش فاش كتنفخ لك راه كتبان لك غير هذيك لابارتي، راه ما كتبانش لك. مريم شكرا. مرحبا. سلامة. هادي الغابة الأمازونية، هادي الأمازونية ياك ما يخرج لينا لا حنش لا سيغبون ياك ما يخرج لينا والو نفس الشيء. ألوغ هاد لابلونت هادي مزيانة بغيت نعرف شنو الاسم ديالها. هذا البوتوس. البوتوس سهلة بوتوس تخي بيان. دونك هادي دابا ديال لانتيغيوغ. وي ديال لانتيغيوغ بلاصة تكون مضوية ما فيهاش الشمس بزاف، ما يكونش كوغوندير بزاف، تكون بلاصه مضويه مزيان. الضو ناتشورال الاغلبيه ديال الناس كيمشي غالط كيسحب الضو غادي يدير ارتيفيسيال و لا بلونت غتبقى مزيانه. الضو ناتشورال ديال الشمس يكون داخل كيقيس لا بلونت، ما يضربش عليها الريح بزاف ولا البرد. البلونت كامل اللي بلونت سوا دانتيغيو سوا ديكستيغيو خصهم الضو باش يديروا عمليه انتاج ليخضر. ليخضر هو الماده الخضراء اللي كتكون في لا بلونت، الا ما كانش الضو ما كاين حتى شي حاجه لا بلونت غادي تموت. صافي ماشي. هادي بالنسبه للانتروتيان ديالها ولا هذاك كيفاش كتسقى؟ الانتروتيان ديالها كنسقيوها يمشي كونتيتي دلو دائما يكون السوبستا ديالها فازك. ايه و لي بلونت دائما اللي كنديرهم اون بو كنعطيهم لي زونغري. لي زونغري لي زونغري كيكونوا ليكيد كنخلطهم مع الماء ديال السقي وكنسقيو بهم. لي بلونت اللي كنغرسو في لي بو محدودين في لو بو ما عندهاش منين غتجيب لي زيليمون مينيرو. ايه خصنا نبقاو نعطيهم ليها، خصنا نعطيو هذاك لابور ديال لي مينيرو. صافي تري تري بيان. دونك هادي كتصبر مازال تقدر تكبر بحال هكا كتكبر. وي دونك الا كتكبر ديك الساعات فاش كتوصل لان نيفو اللي ما تقدرش تخليها في الدار تزيد كثر منه كتقطعها، سينو كتلوي لها العواد ديالها كيعاودوا يرجعوا. وبغيت نسولك السؤال صحتي، واش دابا لا طاي ديال لوبو كتلعب دور في الطول ديال لا بلونت؟ بيان سور قد ما كان لوبو كبير كيخلي لا بلونت تكبر مزيان.
لو كو كبير كيعني ان لا بلونت عندها التراب بزاف عندها لي زيليمون مينيرو بزاف داكور اي با سيدي ما عندي ما سالكم صافي غناخذو هادي تظهر لي ملائمه جدا صافي تري بيان شكرا في الفضاء الاعمال الاساسيه للتغيير مستمره خاصه على مستوى الانستالاسيون ديال الضوء وتجهيز الحيوط للصباغه. جينا باش نشوفوا لا كوموند ديال البابي بان اللي غادي يدار في السيجور اللي غادي يكون فيه الصاله مونجي، وعرفت بلي راه بابي بان اللي وراي يعجبكم حيت فيه السبع. سيهام اهلا اسماعيل، كيدايره بخير؟ لاباس عليك؟ كلشي مزيان؟ جيت نشوف لا كوموند ديالنا ديال بابي بان افي بيير. اياه موجوده جو بونس، هي هذه. اياه هذيك انا طلبتو دو رولو يمكن ياك. اياه عرفتي علاش خدينا هاد لي في بيير؟ لان غادي يجي معنا دابا بالنسبه للديكور اللي عندنا تما هاد السيجور اللي كنصاوبو فيه شي غيزات كيعطي بحال قديم شي شويه، فهمتي؟ واحد لي في بحال قديم، داكشي علاش خدينا هاد لي في بيير. غادي يجيك مزيان حتى هاد لي في بيير راه شويه قديم. بغينا نعرفوا واحد الحاجه، دابا هاد لي في بيير نقولوا حنا لصقنا هاد البابيب وشي نهار هادوك الناس صافي طلع لهم في راسهم وبغاو يحيدوه بلا ما يتقطع، واش ممكن؟ يمكن لهم يحيدوه بلا ما يتقطع، حيت هو الا ارشى بلاستيك يقدروا يحيدوه بلا ما يتقطع ويعاودوا يركبوه في شي اسباس اخر. خاص المعلم اللي يدير هذه القضيه. لا يقدروا يديروها بوحدهم زعما يحيدوه، ولكن التركاب الا كانوا تيعرفوا يركبوا راه يركبوا بوحدهم، سينو لو بوزور يركبوا لهم. التحدي الاكبر هذا الاسبوع بالنسبه لينا كان هو تغيير جليج ديال الكوزينه واللي هي الفضاء المفاجاه، وخلال فتره قصيره كيف ما عدنا. كونساي مع سلمى. في هذا الاسبوع توصلنا بكوريا السيده عائشه مدينه جديده بالنسبه للجرده ديالها، هي الجرده ديالها ما بغاتش تستغلها كجرده 100%، بغات من الجرده ديالها تخلق واحد الفضاء اللي خارجي على الصالون ديالها. حنا غادي ناخذوا هاد الطبله هادي ونشوفوا نحطوا الشيما، دونك ملي تخرج من الصالون ديالها كاين هاد الفضاء كله اللي ماشي كجرده، بالحق هي بغات تستغل هاد الفضاء هذا وتحطو كاسباس ديال كل نهار. الوغ حنايا اش تنقترحوا تخلق واحد لا بيرغولا ملي تخرج من الصالون ديالها. الوغ هاد لا بيرغولا هو واحد لو تيراسمون اللي غادي دير، دونك الفا تيراسي البلاصه بحال دابا عندها 4 على 8 تاخذ نص ديالها ديك الفا تيراسي، وغادي دير لو سول اما بالحجر ولا بالخشب وتمشي على لي ماتيريو دو ريكوبيراسيون باش تخلق واحد الصالون في هذا الفضاء هذا. منها غادي تجلس القهوه، ومنها غتستقبل الضيوف ديالها، ومنها غادي تجلس حتى باش تفوج على راسها غدا ولا عشاء علاش لا. ومن الاحسن غادي تزيد الفا كونتورني هاد لا بيرغولا بلي بلون باش تعطيها واحد القيمه. قدام هاد لا بيرغولا يمكن لها تخلق ليسباس جاردان، غادي دير غادي تعيط لواحد واحد سبيسياليست ديال الجرده اللي غادي يخلق لها الجرده، وغادي يدير لها لي بلون اللي غادي يوالموا الجو ديال مدينه جديده، ساشون كو كاينه واحد لوميديتي، دونك كاين واحد دي بلون سبيسيالمون كونسو لهذا الجو هذا. وما تنساش الاضاءه اللي خصها ديرها على الجرده ديالها، غادي دير اضاءه سبيسيال في البيرغولا وغادي تزيد اضاءه سبيسيال في هذه الجرده ديالها. بالنسبه للموبيلي تمشي بحال اللي قلنا على لي ماتيريو دو ريكوبيراسيون. بالنسبه للجرده من الاحسن دير لي غولاك. وبالنسبه لاباليت كولور حنا تنقترحوا عليها تمشي على هذه لاباليت هذه، دونك لو بلو في الموبيلي وهاد الالوان الاكسسوارات، ولا تمشي في هاد اللون هذا سادون بيان حتى هو. وهكذا نكونوا جاوبنا على السؤال ديال السيده عائشه، وتنتم اللي كان عندكم شي دوسي صيفطوا لنا وحنايا هنا باش نجاوبكم عليه. سيغ ميزور مع سلمى. اليوم غادي ندوي لكم على التنقيه ديال الجليج. كنا تنعرفوا بلي راه الصابون العادي كنقيو به الجليج، ولكن الا بغيتو تستعملوا مواد اللي هي ايكولوجيك كاين البيكربونات دو سود وكاين الخل الابيض. بالنسبه للبيكربونات دو سود كناخذ واحد شويه كنديروه في كاس ديال الماء وكنخليو تيولي بحال واحد لاباط عجينه، من بعد كنطاليو مزيان على الحيط وكنستنى واحد نص ساعه حتى ينشف مزيان، كناخذوا شيفون وكنبداو نمسحوا كيعطيه اللمعان. ولكن إذا كثرنا من الخل الابيض ديما 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 تغسل به الجليج، هذاك الخل الابيض فيه واحد لاسيد كياكل الجوان، يعني كيبدا يبان الفرق ما بين الجليجه والجليجه كيبان خير، وحتى اللون ديال الجليجه كيبدا يمشي. يعني بالنسبه لهذه العمليه ديال بيكربونات دو سو ولا ديال الخل، تعيب عليكم بالجليج ديال الكوزينه ولا مسم بزاف ولا موسخ بزاف، عاد ديروها ما تكثروش منها. الباركي كيتحط في الفضاء الرئيسي ديالنا، وطبعا حسب القواعد ديالو بالدقه المطلوبه باش يدوم.
مهدي. وي هند. كنشوف الزليج شفت يعني جاينا الالهام بزاف هاد اليامات على الزليج. لا حتى فريمون زوين. لا هذا اللي تري تري بو ستيل فينتاج. هذا كنا كنلقاو عند نو غران مير في الديور القدام. اكزاكتومون. دابا عطيني خداه وداروه مودرن مي زواقه. مودرن مي زواقه اللي قديمه ياك. اش بغيت نقول لك بانت لي لا فورم ديال اون طاب. سيت اون طاب. سيت اون طاب. اها. وندير فيها جليجات بحال هكا يكونوا ربع ديال الجليجات انكروستي. داكشي علاش كاينين جوج ديال. داكشي علاش درت انا جوج خشبات فيهم. حيت الاولى غادي نثقبها. هي اللي يكون فيها جليجه على حسب الثقبه ديال الجليج. هذوك اربعه ديال الجليجات اذا غادي تاخذ غادي دير على حسب لا فورم ديالهم هادي. هذه هي هاد الثقبه صافي غادي تجي انكروستي بحال هكا غيبقى لك تزيد غير الجليجات. هذه الثقوبات هذه مثقوبه هنا وهنا فوالا. وهادو هما الرجيلات اللي ديالهم. هادو الرجيلات نديرهم كروزم. داكوغ مهدي دابا شفتك خديتي العبار. خديت العبارة هين ديال العبارة ديال الخشبة كلها. إيه. جي خليت 10 سنتيمتر في كاع القناط. هنايا 10 سنتيمتر في كاع الجوي. في كاع الجوي. ودرت العبارة ديال الجليجة، الجليجة فيها 50 على 25. إكزاكتومون. دونك حسبت العبارة ديالها، دونك عندنا أربع جليجات. دابا اللي بقى لي خصني ندير هو خصني نحيد هاد الخشب من الداخل. دابا شنو المراحل اللي ما جاها؟ دابا هادي لا باز ديالنا نديرو لها رجلين. رجلات اللي هما هادو. فوالا. ياك؟ كيفاش غادي تركب هاد الرجلين؟ هكا كاري؟ نو ما نديرلهمش كاري هنا نديرلهم هكا. وحدة هكا وحدة هكا. سي سا. إذا خصك تشد صافي دونك غاتشد العبار باش تجي كل وحدة من هنا لهنا قد قد. إكزاكتومون غادي نديرهم كروزي باش يجيو شوية استيتيك. إييه. نفيكسيهم هنا. أوكي. وعاد نرجع لعطينا هادي بوغ فيكسي لو. فيكسيو الجليج و الخشبه. هادي شفتك تاخد شي عبارات ديال الخشبه بحال قلتي بيزوطي غادي للجدة. تكون بيزوطي حتى باش تشد فيها البلونش دونك هادو اي هاد الراس تقطع بحال اييه تكون هوريزونتال. مهدي دونك هاكا هي غادي تجي الرجله تجي بحال هكا والرجله الاخرى غادي تجي من الجهه الاخرى بحال هكا بحال هكا غادي ندير هاد لي دو بلونش هادي وهاديك غادي يجيو هكا تقطع بحال الاخرى باش يصحوا شويه راسهم. دونك دابا مهدي غادي تفيكسي. دابا نفيكسي وي غاتفيكسي هاد هادي هنا هنا هي ونقلب نفيكسي عطيني هاد البي هنا. اذا دابا غادي تفيكسي هاد لابارتي هادي على هاد لابلاك على هاد لابلاك. On a fini à la face. On a fait le cube de tête. On va le faire directement sur la table. Sur la table de Virgile et Sylvia. Ça marche. Ça va. Il y a une. Comme d'habitude, la maladie est là. Il y a une. 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 اي صافي باش حتى حاجه ما تبقى تتحرك. دونك دابا شحال الجايه الجليجات هنا الجليجات غنسقو بلا سيليكون. داكوغ عندنا تيوب دو سيليكون عندنا شويه الجليجات ديال السيليكون هنا لي كات بارتي غنحط الجليجات. هادشي غنسولك واش غتحط بعدا الجليجات عاد غادي تجيب فوق من داك الخشبه ولا العكس؟ لا لا غنحط لاكوز جليجات كل وحده بلاصه اها عاد غنحط هاد الخشبه فوق منهم اون فوالا بريسي باش تدخل بلاصه. مهدي وعلاش؟ علاش؟ حيت الجليجات إلا شتيهم كيفاش مصوبين في القناة ديالهم إي سون بو بيزوطي. أها. ماشي كاري على 100%. إييه. دونك نحطوهم وتجي الخشبة تخشى في فخر منهم. أجي دونك العملية أسهل. أسهل ويجيو لاصقين مزيان. واخا صافي. هند ها لاكول. صافي. كل وحدة ديرها في بلاصتها. بحال الباز والعبار ديال الفيسات يعني حتى هو عنده اهميه شويه كما هو بيان سور باش ما يخرجش من تحت من الجهه الاخرى. ايبا مهدي هادشي زوينو بزاف. وي زوينة جات فريمون فيها الرال ديال اللايس باسكو هي سي طاب فور كات بيغسون فور كات بيغسون وباينة راه كل واحد بلاصتو. شتي بقوس هاد المنظر ديالو زوين ما كاين لاش يتحط شي ناب ولا شي حاجة يعني الواحد ديريكتومون الغطار ديالو والفرشاة سي تخي بو تخي بيان. بقى الفيرني الفيرني غنديرو لها الفيرني بور بروتيجي لو بون. الطريقة عامة تنظن مهدي باقي بصفة عامة بغيت نقول زعما باقي واحد لافينيسيون نحكو الجناب هدا نصبغو نديرو داك ياك الفيرني ديالها وصافي ويجي وجدو ايوا ما عندي ما نسالك
كاين شي بنات ولا ولو اوا الساعه نتمنوا بعدا تعجب العائله الا ما عجبتهمش انا عجبتني بزاف صراحه ايوا تري بيان سا مارش دوزنا ريكوموند ديال جوج ديال لي طابي اللي غادي تحطو في السيجور اللي هو الفضاء الرئيسي جوج كاريات بحال هكا جوج على جوج وديري مع السيد ها هو سي عزيز سلام اسماعيل بخير صافا كلشي مزيان لاباس الله يبارك فيك جينا على ود لا كوموند ديالنا اي موجود لي كوموند ديالك موجود داك كوموند اللي طلبتيها من تما فيك حل هي كاين هاد اللونوار هاد لا هي اللي طلبت شنو سميتها هادي سميتها هاجر هاجر هادي هو الموديل زوين وسخونه مال البرد دابا سخونه ومزيانه هذه اللي كيطلبوا لينا الناس اللي كليون بزاف ولكن حنا خدينا جوج على جوج جوج بياسات ياك هذه بانت لي 17 على 20 لا كاين العبار ديالك موجود يعني جوج على جوج طلبتينا دو بياس موجودين حنا عندنا كان زربيه كبيره تنقطعوا ونقادوا لها دونك نتوما تقدروا تعطيونا العبار اللي بغينا حنا العبار اللي بغيتي واخا سي عزيز جمع لي الزرابي ديال هنا مرحبا طلبتي غير موجود مرحبا مرحبا ما بالنسبة للتم اللي تختار هذا الفضاء شنو كنا نقول مشينا على على واحد ليسبري كونتمبورين جينيرال داكور ركزنا في داك لا طوش ديال الزليج اللي هو فريمون عطى واحد الحله كاريمون للكوزينه ومنه مشينا عطيني على هذا الفضاء هذا كاين واحد لا كونتينيتي بين داك الفضاء الداخل وهذا ديال ديال لو سيجور اي بحال رابيل كما تنقولوا بحال رابيل فها واحد لا كونتينيتي واحد لو سويفي لا بتي توش كومبانياردا نقولها لان كانوا هنايا واحد الكايزات بالخشب حنا عاودنا هادشي كله درنا مشينا على ليسبري مودرن تو فون كناش كاع فلا كايزات باينين ولا ستيل كومبانيير ولا حتى حاجه وزدنا هاد لا توش هادي هاد البابي بان ديال البابي بان حتى هو سي رابيل تاع واحد ليسبري ديال الزليج توت افي اكزاكتومون دونك دابا اللي كاين الوغ سالينا هنايا الباتيني غاداز اسلم عندك راه باقي ما نشوفش الحيط صافي غنشد اكزاكتومون دونك هذا داز الباتيني داز داز داك الصفر حتى هو عطى واحد الحيويه لهاد ليسباس هذا دونك اللي مازال هو الفراش خصو يوصل اكسسوار الاكسسوار خصو يوصل حتى هو وخصنا ندخلوا داك الكوزينه حتى هي نقادوها شي شويه اي بي فال صافي دونك حنا غادي ندقه دقه صافي كملوا من بعد ايام العمل الشاقه وصل الفضاء للحله النهائيه ديالو واللي بقى هو وضع الديكورات والاكسسوارات المختلفه في اماكنها فوالا سلمى راه الديكور دابا كمل اللي عجبني انا بزاف هاد لا كوزين وداك لي طون دو كولور الدرجات المختلفه في هاد الكري سي جودي مشاهدو حتى هاد لو ستيل هاد فينتاج تراديسيونيل حتى هو عطى واحد الحله السؤال اللي عندي هو لاحظت باللي البلاكار عالي بزاف تفق معايا بلاكار عالي هو النهار الاول فاش دخلنا صرنا عالي هو سيتي لو شوا خلينا ديال الهائله اكزاكتومون دخلنا تنحتاجو حنايا لان على ما فهمت بان السيده الواني اللي ما تستعملهمش ديما تتحطو من الفوق داكور دونك هذا سي ارانجمون ديال الواني ما تستعملهمش بزاف ماتنون بيان سور الناس كل واحد عنده هاد الموضوع هذا في الكوزينه ديالو تيمشيو للسكابو داك داك السلوم ديال جوج بور تونير ليكيليب وتيطلعو تيكون كاينه كذلك انا قلت الثلاجه يمكن العلو ديال الثلاجه هو اللي فرض حتى هو هاد العلو هذا الثلاجه لان الثلاجه كانت عندنا في الاول هنايا وحنا حولناها بالتالي كل شيء بقى في النيفو ديال الاول فوالا اكزاكتومون دونك الزليج عطا مزيان هو تنصحوا المشاهدين بان في كل كوزينه ولا سال دو بان ولا الحاجه اللي تتقاس بالماء في الحيوط من الاحسن تتمشي على هاد لا سوليسيون ديال الزليج الزليج دابا اكطوالمون كاين الزليج بالانواع والاشكال ديالو زعما فريمون الواحد لا لا هما بدعوا يعني في لا كرياسيون ديال الزليج فهاد انا ما كنتش كيصحابني كاين اوتون دو ستيل ودو هذا في الزليج دابا كاين سور كوموند كاين حاجه ديجا واجده في سور لو مارشي دونك تبارك الله كاين اكثر يدير رجوع هذا القديم انا كنعقل كنشوف كنشوف هاد الزليج بحال هكا في الدار ديال ما غرومير زمان اكزاكتومون حتى ان شاء الله المره الماشيه ناخذ الزليج فينتاج ونحطو في ان بون دو مور في ان سالون غنشوفو داك الساعه شحال غادي يقدر يجي زوين بزاف اذا صافي العائله راه قربت تجي الديكور حنا سالينا دونك بقينا الا نمشيو نجيبوهم ما شاء الله ان شاء الله تبارك الله سي تري شنو نقول لك حاجه اخرى سي تري بو غزال غزال ما شاء الله سي
سوبليم اكستراوردينا ريانا تيرزا تبارك الله عليكم شي حاجه nous avons deux maisons une maison بيلدي une vraie maison داكشي كنت كنتمنى شي حاجه اللي مجموعه de professionnel vraiment c'est professionnel تبارك الله عليكم merci beaucoup vraiment Quelle couleur tu as marqué? Encore l'emplacement des choses. Ça change mon intégral. Par cœur, Zel. Tu as la couleur de l'eau. Je suis en train marron, le beige. C'est tout à fait différent. Je suis en train de faire le gris. Je suis en train de faire la peinture. Je suis en train de faire la peinture. Il y a un petit salon à manger. Fais-tu que tu as fait la table? Je suis en train de faire la table. ما كنجمعوا في لا طابل رونت مي سي اكستراوردينير غزال وجدنا شي بلان ما كون جبت لكم تعشاو حتى بخير هذاك نورمالمون حنا اللي خصنا نوجدوا الله يرضى عليك الله يبارك فيك حيت شحال كانت مديرونجياني هذيك تخيبه ياك بزاف كاع الحلول درتهم ليها ما وصلت معها حتى شي حاجه غزال لا كولور هذيك كتحب C'est très joli de gris. Tu vois que là, le plafond m'a pas le marron, là, le blanc. Je n'ai pas Ah, un mahbak, voilà le pot. Avec la lumière, c'est. Tu vois que là, le pot. Tu vois que là, rien à dire. J'avais une table, avec une table à Kbira, mais vraiment quelque chose de solide et de. اي مي هذه سي السيمين حلو سي الحلاوه هذه راه الخدمه ديال المخرج ديالنا كيدير واحد الفقره ديال لاتولي البرنامج ديالنا ودار جليج وسط الخشب غادي تشوفوا كيفاش تصور هكذا صباح الفضاء ديالنا بطاقه جديده وايجابيه من حيث هذه الالوان الزاهيه اللي اعتمدنا في الصباغه وفي الاكسسوارات بالاضافه الى التوزيع المتوازن للاثاث واللي خلاه يظهر بشكل اكبر واوسع بدون اخفاء اللمسه الدافئه اللي منحاتها النبته اللي حطينا عندي لكم واحد المفاجاه مازال عاد واحد المفاجاه هي صغيره واخا عندها علاقه بجليج بغيتوا تكتشفوا نجات على خاطرك يا هلا يا هلا يا الله هذا الزليج اللي هضر سالي سي حيت علي دوك لي فخوي تبارك الله شي لا كوزينة عتيقة إلا خدات أن أوتخ سونس دابا ميم هذاك اللي كنا تنقولوا حيت تنقول ماشي هي هذه لا هنا لا لا شومبر هنا تبدلات بزاف بزاف اون ديغ كو سي كاينه واحد القضيه شانجي دو خاصنا نحييو المعلميه اللي خدموا في 3 ايام حيدوا الجليج وبيكاو الحيط كامل وعاودوا الجليج بالله الدار كاينه ديال النظام ولكن الدكور ديالكم ما عرفتش كيفاش شغل نقول لكم كيفاش نكافي لكم جو سي با سانسامون تبارك الله عليك سي با غاب راه سي با غاب اوزو علي اول اكسسوار اكسسوار بزاف ديال الناس كيتسائلوا هين فين خاصهم يصيفطوا صيفطوا صيفطوا هابي بيرثدي تو يو